أكد السيناريست هشام هلال أنه سينتهي من كتابة حلقات مسلسل أنا عشقت منتصف يناير المقبل، ومن المقرر البدء في التصوير أوائل فبراير المقبل إذا استقرت الظروف السياسية. وأضاف أن التصوير سيقوم بين محافظتي القاهرة والأسكندرية، وقد تم التعاقد مع معظم فريق العمل، ويجري الآن ترشيح أسماء فنانات للقيام بالدور الذي كان من المقرر أن تقوم به الفنانة إيمان العاصي، التي اعتذرت عنه لارتباطها بالجزء الثاني من مسلسل شارع عبد العزيز مع عمرو سعد. المسلسل من بطولة أمير كرارة وأحمد زاهر وإدوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وطارق النهري ونجلاء بدر. ايه يا ابني ده؟ ايه؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ سبايكي، عامل سبايكي. عامل سبايكي؟ وعامل شعرك كده ليه؟ ايه؟ عشان جيلو. حاطط جيل يعني عشان بيقع على عيني. الناس دي بتسقف ليه؟ ده كاريوكي. بس المكان ده مش قد كده على فكره. انا لو اعرف كده كنت جيت عادي على فكره، ما كنتش عملت سبايكي ولا حاجه. المكان ده مش قد كده. ها امال ايه؟ طب يا استاذ سبايكي، ثانيه واحده بقى. اتفضل. اوعى الكاريوكي يعضك. في هنا شاي بلبن؟ ايه يا عم بقول لك ايه، عندك اغاني ايه صعبه؟ عربي ولا اجنبي؟ اي حاجه ان شاء الله يا باني. انا عايز الاغنيه اللي غناها ما اعرفش اغنيها تاني. يا عم انا عندي اغنيه مهيبره. صح كده. بقول لك ايه، شايف الجدع اللي قاعد هناك ده؟ انا عايزك بعد كده تروح تدي له المايك. قول لي اسمه ايه وانا اروقه لك على هوا. اسمه زكي فول. قشطه.